وقوله عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها. ما معنى بورك؟ من الذي يبارك هذا؟ هذه البركة من الله سبحانه وتعالى. البركة هذه من الله، والبركة قد تكون بتيسير الأمر، قد تكون بتكثير الخير، قد تكون بتذليل الصعاب، أمور كثيرة. البركة كلها يشملها معنى البركة. فالله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته بهذه الأمة جعل لها الخير والبركة منه جل وعلا فضلا ومنه في البكور. الذي يحرص على البكور ينال من هذه البركة التي مدها الله سبحانه وتعالى وأتاحها وأباحها في مثل هذا الوقت.